المصري هيرجع مرة تانية لمنافسات البطولات الأفريقية بعد غياب أكتر من موسم مع مدربه طبعا كابتن علي ماهر. المصري لعب في دور الـ32 أمام الهلال الليبي، خسر في ليبيا في ملعب الشهداء بنتيجة 3-2 بعد ما كان متقدم ب 2-1. اللي سجل الهدفين وقتها كان صلاح محسن، وفي ماتش العودة في ملعب الجيش ببرج العرب فاز النادي المصري بنفس النتيجة 3-2، برضو صلاح محسن سجل هدفين وفخر الدين بن يوسف سجل الهدف الثالث وتأهل عن طريق ضربات الترجيح بعد ما فاز بنتيجة 5-3 في مباراة كانت صعبة جدا. النادي المصري في مسابقة دوري نايل الموسم الحالي لعب 3 ماتشات، فاز في مباراتين على طلائع الجيش 2-0 وعلى نادي الزمالك مباراته الأخيرة 1-0، وتعادل مع الجونة بدون أهداف مع 7 نقاط، نفس رصيد الأهلي والاتحاد وبيراميدز، ومقدم بادئ الموسم بشكل قوي جدا. أكيد بنتمنى له كل التوفيق. مواجهة صعبة بكل تأكيد أمام منافس عنده تاريخ كبير في أفريقيا، وقبل كده كسب دوري أبطال أفريقيا مرتين 2003 و2004، ده غير أنه ضيف دائم في منافسات أفريقيا سواء دوري الأبطال أو بطولة الكونفدرالية. فإن شاء الله يقدر النهاردة المصري يتخطى أو يفوز على أنيمبا النيجيري.